سيدتي اليوم تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بدخولها لموسوعة كينيس بأكبر تجمع للمتطوعات. حملة معلنة لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي. هل تقدم جروبات الدايت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات صحية؟ كل إني قلت لك أنا صدمت للصخر أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. نتابع خلالها الكثير من الفقرات المتنوعة الاجتماعية والثقافية والفنية. مساء الخير غزل وريم. مساء الخير ريم. مساء الخير رؤى. كيف حالكم بنات؟ تمام الحمد لله. رؤى طمنيني، بديتي تخشي اجواء البرد حقت الرياض ولا لسه؟ هو مو مديني فرصه، يعني كل ما اجي اتعود على درجه معينه ثاني يوم الاقي الجو ابرد من اليوم اللي قبل. لسه بس لسه لسه الخير جاي قدام حقيقي. مستمتع، يعني صحيح هو برد صحراوي بس انا فعلا بدات انبسط عليه. طب ريم انت تتوقع ريم لا ما اوريدي من اول يعني لا طبعا، يعني الاجواء ترى مقارنه بلندن ترى الرياض في الليل بارده وابرد من لندن كمان. شوفوا هنا عشان تكونوا في الصوره، يلا احنا نبغى نتفلسف عليكم بحكم انه انا يعني عايشه في السعوديه. ايوه برد الرياض ترى فعلا تحسيه يعني من البرد اللي ينخر العظم، تعرف اللي تحسيه كده يضرب في العظم. بردها ترى برد مره قارص. فالدفوا والدفدفوا وعملوا حساباتكم فروة ودفايات والحركات. ما أنا قلت لك خلاص أنا عملت عندكم. حسابي وجهزت كل الاحتياطات حقتي على أساس أني أكون في السيف سايد، فالأمور طيبة ما عليكي. طيب أنا حابة أفتح معاكم موضوع كده خفيف زي كالمعتاد، يعني هرجة سيدتي زي ما احنا متعودين عليها. يلا إيش رأيكم بنات في صديق اسمه صديق المصلحة اللي ما يعرفك إلا وقت مصلحته وما يتكلم ويتواصل معاك إلا وقت ما يكون عنده مصلحة؟ كيف ممكن تتعاملي مع ريم أنت ورؤى؟ والله شوفي أنا ليش أسميه صديق المصلحة؟ ليش ما أسميه صديق وقت الضيق؟ يعني إذا كان هو ما هو معتبرني صديق وثقة وعارف أني أنا حوقف جنبه ما رح يلجأ لي وقت ما هو محتاجني. فطبيعي احنا كلنا مشغولين في حياتنا، في اصدقاء مو معناته انه لازم كل يوم نكلم بعض وكل يوم نتواصل مع بعض. بس مصلحة عن مصلحة تفرق ريم. يعني في مصالح ممكن لو انت مثلا عندك القدره انك انت تساعد الشخص اللي قدامك سواء صديق او غير صديق، احنا بنتكلم من مفهوم انساني ومبدا انساني، حتساعديه. لكن مثلا واحد يعني كنت مثلا يعني كانت صديقتك مثلا سنوات وفجاه صارت لك على قولتك ظروف بعدتوا عن بعض، بس مثلا تجي تتذكرك الو فلانه مثلا ابغى منك الشيء الفلاني، ابغى منك تديني او تعملي لي او كذا، طب انت ما سالتي عني مثلا 3-4-5 شهور يمكن سنه وتذكرتيني لما تبغى مني حاجه؟ لا فعلا هي تحس انا يعني بالنسبه لي زي ما قالت ريم، يعني لاني انا ممكن احد كمان يعتبرني صديقه مصلحه في بعض من المواقف بطبيعه انه انا شخص جدا عملي وعلاقاتي الاجتماعيه محدوده تماما، ودائما احاول احط حد ما بيني وما بين العلاقات، ما احب الدخله الزايده كذا باختصار. انا مع المصلحه الحميده اكيد بالضبط. اي مصلحه او اي علاقه ما بين الافراد حتى بالزوج بالاخ بالاب هذه فيها نوع مصلحه حميده في الاخر طبعا. لكن انا ممكن الاصدقاء او اصدقاء المصلحه اللي ممكن اطلق عليهم هذا المسمى تحديدا اللي زي ما تفضلتي وقلت انه لي سنين ما يدري عني وفجاه يكلمني كانه فيري كلوز فريند من غير ما يطلب شيء. لا ما عليه، انت وينك يعني قبل 5 و10 و9 سنوات وفجاه تكلمني كانه احنا امس كنا مع بعض، مع انه في بعض الاصدقاء يغيبوا عنك شهور تجلس معهم كأنك أمس كنت قاعدة معهم. هذا لأنه أصلا العلاقة فيها نوع من يعني التعامل الطاهر. فلهذا السبب يعني لو أبغى أفندهم حرجع أقول لك الصديق اللي يكون غايب مدة طويلة ويكلمني في يوم وليلة يعني يحسب حاله صديق مقرب، إنما الصديق اللي يطلب مني خدمة أو هذا أنا لا بالعكس. لا طبعا أكيد، إذا مثلا أنت مثلا مع أصدقائك وصديقاتك مثلا من فترة بتتواصلوا بتروحوا بتيجوا مع بعض وحصلت ظروف، يعني أنت مثلا ظروف شغل كلنا بنشغل كلنا بنسافر أوكي. بس أنت مثلا تيجي تتكلم على مثلا واحدة قطعتك 3-4 سنين بعدين فجأة تتصل عليك في مصلحة يعني وباين. لا أنا أكره اللي تتصل فجأة وتسألك سؤال شخصي. إيه يعني إيه
ايش اللي بيصير؟ انت متصله يعني كانه بتموني بزياده، متصله تساليني سؤال شخصي بعد 3 4 سنوات، مين انت؟ شكرا. طيب ايش رايكم نروح في جوله الى اخبار سيدتي؟ اكيد. طبعا معنا وزاره العمل تدعو فاعلي الخير لالحاق المتعففين بالضمان عبر خدمه وصال، وهي خدمه لتيسير الوصول الى المحتاج المتعفف. دعت وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه فاعلي الخير الى تسجيل بيانات المحتاج ووسائل التواصل معه من خلال خدمه وصال للوصول للمتعففين عبر وزاره البوابه الالكترونيه واختيار خدمة وصال. يقوم فاعل الخير بتعبئة البيانات التي تحتوي على بيانات المتعفف لتتولى الوزارة مهمة التأكيد ودراسة الطلب ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي. طبعا هذه الخدمة جدا جميلة، زي ما احنا شيء يعني قريت لكم وقلت لكم الخبر انه في ناس فعلا عفيفة ما تحب انه مثلا تيجي تطلب او تتسول او تقول انا محتاجة، فحلو انه كيف وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه عملت حلقه بين الناس المحتاجه والضعيفه وبين فاعلين الخير، انه بحيث انه يقدر فاعل الخير يوصل توصل أيوة. يعني انا اللي فهمته انه 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 يعني مثلا لو انا اعرف مثلا جاري او احد حوالي انه محتاج انه يعني يكون في الضمان وهو ما راح اشترك في الضمان او ما راح طالب، يعني انه انا اقول اسمه اكتب اسمه واقول ترى فلان الفلاني اتواصلوا معاه وهم يتواصلوا معاه ويلحقوه بالضمان. بالضبط هذا اللي جميل يعني. اصلا كيف وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه يعني بتساعد الناس، يعني حتى اللي متعففين وما يبغوا انه مثلا يجوا او يطلبوا او كده سهلت انه الناس توصل لهم. صحيح. فتشكر صراحه وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه على هذه المبادره وعلى هذه الخدمه اللي قامت فيها بصراحه. اكيد اكيد، يعني انا دائما اقول انه الاشياء الجديده والدراسات اللي قاعده بتصير وحتى المبادرات الجديده اللي بتصير هذه كلها لخدمه الناس بشكل يعني انساني. متعففين تحاول قد ما تقدر انها تحافظ على خصوصيتهم وفي نفس الوقت تسد حاجتهم الى ما الله يفرج. والاجمل من ده كله انه يا جماعه صار كله اونلاين. صحيح. يعني كل حاجه صارت بسهوله، تدخلي تسجلي تعملي، يعني احنا في زمن السرعه. صحيح. طيب مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. عم بسهر تقلت لي بركي بنسى مأساة. عمليات الاحتيال المالي حول العالم في تزايد مستمر أصبحت عبئاً يكلف الاقتصاد العالمي مزيداً من الخسائر. في تقارير صادرة عن جمعية مكافحة الاحتيال عن العام الماضي 2016 تفيد بأن الاحتيال المالي يكلف شركات حول العالم خسائر قدرها 5% من عوائدها السنوية بواقع 6 مليار دولار سنوياً، نصيب الشركات الخاصة منها 38%، تليها الشركات العامة بنسبة 28%. تعد السعودية واحدة من أقل الدول تسجيلاً لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل من جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل، الذين ينشرون أعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات بتويتر، والذي بلغ عددها خلال الفترة 2009 إلى 2017 حوالي 400,000 حساب. اهلا
بكم من جديد. حملة مو علينا لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه مخاطر الاحتيال المصرفي. لحديث أكثر حول هذه الحملة ينضم معي في الاستوديو الأستاذ طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية. أهلا بك أستاذ طلعت. أهلا بك أستاذ طلعت. دشنت البنوك السعودية في مدينة الرياض الحملة التوعوية التاسعة تحت شعار مو علينا لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع وعملاء البنوك بوجه خاص تجاه مخاطر الاحتيال المصرفي والمالي والمصرفي. عرفنا أكثر بهذه الحملة، واللي عرفنا أنه هي تتركز على 4 محاور رئيسية. ممكن تكلمنا أكثر عن هذه الحملة؟ طبعا أولا شكرا للاستضافة، أرحب بك وبالزميلاتك الأخوات. هي طبعا حملة لا تفشيها، الاسم العريض لها لا تفشيها، والغرض من لا تفشيها أنه معظم حالات الاحتيال التي رصدت في الماضي هي كانت من إفشاء المعلومات، إما المعلومات البنكية أو المعلومات الخاصة بالعميل، وبالتالي يساء استخدامها إما في عملية احتيال أو ابتزاز لا سمح الله. صحيح. حتقول طب إيش يعني ما علينا؟ مو علينا، إحنا كنا في البداية حقيقة في بداية حملاتها من 2009، هذه الحملة التاسعة زي ما حضرتك تفضلتي، كنا دائما بنجي برسائل قوية، احذر انتبه كذا، أزعجت حقيقة المتلقين للرسائل، فخلينا لا الرسالة تأتي من نفس الشخص، إنه مو علينا ولا مؤاخذة تحتال علي، مو علي تضحك علي. جبتها يعني بطريقة عامية. بعامية وكأنها صادرة منك أنت، صح يعني احنا صح. ما فرضنا عليك شيء، فمو علينا مثلا الاحتيال المالي، مو علينا مثلا إنك تأخذ معلوماتي وكذا. حضرتك تفضلتي نعم 4 محاور وأربع رسائل رئيسية، طبعا هناك وسائل كثير ونماذج الاحتيال، لكن نحن ما نقدر نحط كل الرسائل والنماذج، كان عندنا 4 رسائل مهمة. التوظيف الوهمي، التوظيف الوهمي كيف إنه يجيك مكتب تكلمك أحد ويقول لك والله أنا أوظفك وكذا وعندي عرض من إلى آخره، بس لازم تدفع رسوم. عادة لما واحد يوظف أحد خلال مكتب مرخص ما يأخذ رسوم، ولا يأخذها من طالب الوظيفة، يأخذها من مين؟ باللي بيطلب الوظيفة، صحيح. يعني شركة أو كذا، فهذه بتعطيكي نوع من الاحتيال. الرسالة الثانية تكلمنا عليها، للأسف أنه بدينا نلاحظها، ليست ظاهرة مشكلة، ولكن بدينا خلينا نكون بوضوح نلاحظها، أنه يكون واحد منتظرك عند الـ ATM عند الصراف الآلي، واحدة واحدة ما تفرق، ويجيك وانت يعني تتعامل مع الصراف، والله يعطيك المبلغ، يقول والله أنا ما أعرف أستخدم الصراف، يعطيك قصص. أيوة. وبالتالي صح. أنت من العطف، من النخوة، من الأخلاقيات، بتأخذ تساعدي. طبعا الإشكالية إشكاليتين، هذا الشخص أنت ما أنت عارف إيش وضعه، مجهول، صح. قد يكون مطلوب للعدالة، قد يكون كذا، قد يكون هارب كذا، ما تعرفي، صح. والنقطة الثانية أنت ما أنت عارف المبلغ وين رايح، هو رايح لجهة إرهابية إجرامية، شخص مطلوب، فبالتالي هنا النخوة والفزعة ما تنفع في أمور مالية حساسة زي التحويل لمجهولين من حسابك الشخصي، صح. ليه؟ لأنه بكرة لا سمح الله كما يقول بالعامية لو وقع الفاس في الرأس الجهات الأمنية حتشوف صح. فين تسلسل الحساب، حتيجي طلعت ولا محمد تقول والله الحساب طلع من عندك، صح. والرسالة الثالثة اللي حبينا برضو ننبه عليها أنه يتصل بك أحيانا بريد إلكتروني كذا كذا ويطلب منك بعض المعلومات لغرض معين يقنعك فيه. طبعا البنوك السعودية نبهت أنه لا يمكن أي بنك في المملكة ممنوع منعا باتا أنه يتكلم مع أي عميل ويأخذ منه معلومات على التليفون، زي تحديث بيانات، زي معلومات حساسة كذا، فهذا طبعا قد يكون فيه نوع من الاحتيال. ويمكن لاحظته مؤخرا واخيرا جاءت بعض الرسائل لبعض العملاء من بعض تدعي ان من بعض البنوك والله انا البنك الفلاني اتصلوا على الرقم، وهذا طبعا البنك ما يعمل الكلام هذا طبعا. وطبعا الرساله الاخيره اللي نحن حبينا ننبه عليها عمليه الاستثمارات، الاستثمارات الوهميه هذه والغير مرخصه وغير نظري، وللاسف اليوم قد لا يخلو موقع الكتروني ما يعلن عن الفوركس أو تجارة العملة، والناس تروح فيها، تروح في عدة اعتبارات، حتى نحن بنقول حتى لو نظامية ما ننصح فيها على مستوى الشخص. ليش؟ لأنه التقنيات والفنيات ومداخلها ومخارجها في تجارة العملة ما يعرف الفوركس صعبة جدا، صعبة حتى على اللي يفهمونا، صح. فنحن ما بنقلل من أي إنسان، لكن إذا أنت ما عندك الأساسيات وعندك البيسكس أنك أنت تتعامل مع الاستثمار عالي المخاطر تبقى مشكلة، يمكن يأخذ الأول والتالي طبعا، صح. ولما تكون احتيال او يكون نصب او يكون كذا وهمي تبقى المشكله يعني اكبر من كذا، اما ان راحت على ضياع الفلوس ربنا يعوض، صحيح. لكن المشكله ان قد تكون لا سمح الله عمليات تمويل غسل اموال، تبييض اموال، اجرام يعني يكون فيه اجرام. نرجع ثاني مره ان الجهات الامنيه لو يعني كشفت عمليه زي كذا ما تتساهل، قد يكون العقاب مختلف، نعم، لان حسن نيه ومانيه، لكن سيكون فيها مساءله وسيكون فيها مطالبه. اكيد مكملين معك استاذ طلعت، لكن نروح نشوف الفيديو التعريفي عن هذه الحمله وراجعين لكم.
يا هلا، جهزت لك 3 عروض وظيفية، كل واحد منهم أفضل من الثاني، بس ادفع 2000 ريال ومبروك عليك الوظيفة. لحظة، العروض هذه مو علينا لأنها وهمية. لاحظوا معي، ما في شيء حقيقي، يحاولون يخدعونا ويحتالون علينا. لازم نحرص ما نوكل شخص مثل هذا بأمورنا المالية اللي تحتاج ثقة. دقق في التفاصيل ونكون حذرين. ولا نساعد مجهولين على تحويلات مالية ما ندري وش وراها. أو نتجاوب ونعطي معلوماتنا البنكية لحد يحاول يقنعنا بتحويلات مالية بمقابل مادي مغري. أي أحد يحاول يحتال علينا نقول له مو علينا. رجعنا مشاهدينا بعد ما شفنا الفيديو التعريفي من جد اللي أبدعوا فيه، وكان يبين حقيقة أنه الناس كلها ما هي حقيقية، يعني كل الناس اللي بيحتالوا على الناس عشان يحولوا المبالغ. أبغى أعرف السبب الرئيسي عشان تطلقوا هذه الحملة، لو تكلمنا عن إحصائيات. طبعا حقيقة نسيت، راح علي أنه أحد برضو وعينا منها هي الوكالات المالية. نحن ما بنقول نحن ضد الوكالات المالية، بس أنه لازم تكون الوكالة المالية لمن فعلا على مستوى التوكيل المالي. غير كده حتى انت لو تثق فيه يجب ان تكون الوكاله الماليه محدده الاغراض، ما تكون اوبن اندد، مفتوحه، لانه ممكن ذاك لا سمح الله يسوي انه يبيع الاول والتالي. نعم. ولازم تكون فيها وقت معين واغراض معينه محدوده. نعم. لغرض معين ينتهي الوكاله بانتهاء الشده. ناتي لعمليه انه يعني ليش التوعيه والامور، هذا سؤالك صح؟ ايوه ليش يعني؟ طبعا التوعيه الحمد لله، يعني نحن ما بنقول نحن نعيش ظاهره في المملكه العربيه السعوديه، نعم عندنا بعض الاشكالات، نعم عندنا رصدنا بعض حالات، يعني اليوم انا بعطيكم رقم قد اليوم حصري عليكم انتم، بكره قد يروح لاخرين. نعم. اليوم الى هذه اللحظه نحن بنتكلم فيها رصدنا حوالي 468 شكوى. شكوى 400، يعني بمعدل 100 شكوى في الشهر تقريبا. طبعا الشكاوى قد لا تكون حقيقة، يعني قد تكون مثلا استفسار، قد لكن نعتبرها نحن نصنفها شكوى. أي اتصال شكوى احتيال. وطبعا أنا أؤكد الحمد لله أنه معظم حالات الاحتيال التي رصدت أتت من خارج. هذا يقودنا للسؤال، اخترعت نحن نسمع البنوك اخترقت وانظمتها اخترقت. الى الان اؤكد انه لا يوجد الحمد لله لدينا بنك تم اختراقه. الاختراق كيف بيتم؟ لحساب بعيد الشر غزل او طلعت او محمد، بيتم من وسيط. ايش هو الوسيط؟ قد تكون بطاقه بنكيه سرقت مني من فلان من زيد من عمرو، وبالتالي يدخل من خلال البطاقه البنكيه الى الحساب البنكي طبيعي. لان البطاقه البنكيه لما تروح عند جهاز صراف الي هو في مثال بطاقة صحيحة أوكي، رقم سري أوكي، بيفتح لك الجهاز. يعني ما بيميز الجهاز إنه طلعت محمد، كاميرات ترصد بعدين بعد المشكلة. ولكن هذا الاي تي ام يبغى لها باسورد؟ ما هو لا، أنا أحيانا بيكون عنده الباسورد. يعني نحن بعض الحالات اللي جاتنا في الناس يعرفهم الشخص، ائتمنهم ووثق فيهم واعطاه البطاقه، والله فلان او فلان اسحبي لي. يعني قصدك زي السواقين، ممكن الست تعطي سواقها يعني البطاقه تقول له روح اسحب. يعني احنا طبعا جميع السائقين وجميع العماله على راس الحقيقه ونحترمهم وضيوف في هذا البلد، لكن احنا بنقول حتى الاقارب. يعني ما يثق الواحد، ايش معنى رقم سري؟ سري تحتفظ به انت عن ظهر قلب. فالبعض لقيناه مثلا يكتب الرقم السري ويحطه في جيبه او في محفظته، أو يكتب على البطاقة، أو يكتب على الحافظ، أو يكون تاريخ ميلاده، فبالتالي يا سلام عليك تاريخ ميلاده مشتق من تاريخ ميلاده. لا، في أسوأ من كده، يكون رقم مكرر. نعم. واحد واحد واحد. أو متسلسل 1 2 3 4. صحيح. فلما تيجي تحكيهم يا أخ طلعت والله إن أنا دخت اليوم التليفون باسورد، كل شيء، السيارة باسورد، بيتي باسورد، لكن هذا ما يعفي حقيقة لما بيروح مبلغ من الحساب. نعم. بيكون حقيقة مزعج. فنحن بننبه لأشياء قد تبدو بسيطة ولكنها فعلها كبير لا سمح الله في حال وقوع عملية احتيال. طيب ماذا عن قراءة البيانات للبطاقة؟ يعني احنا بنعرف احنا كثير مثلا بنستعمل الفيزا وغيرها. صحيح. على الاونلاين، على الشوبينج اللي. صحيح. بنعمله على الاونلاين، هل هذه برضه ممكن يعني تعرض صاحب الحساب ل هل هذا انتم هذا موضوعكم انتم يعني ما شاء الله في التسويق ما يحتاج يعني لا، لانه نعرف انه خلف البطاقة في رقم. صحيح. معين. صحيح. فيعني انا مثلا من لما كنت في الامارات صار في هذا الموقف، انه كانت الفيزا بتخصم وما اعرف كيف الشخص اخذ الرقم الخ
خلفي في البطاقة وكانت بتقوم عليها عمليات شراء. ما هو نحن زين كده بنقول نحن عملنا في الحملة الماضية ولا يزال موجودة بس على الأونلاين ما هي على البرنت والشغلات هذه. التسوق الإلكتروني نحن ما نضده. نعم. والمملكة العربية السعودية يمكن من أكبر الدول في عملية التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، واليوم نحن حتى على مستوى النت والإنترنت والفيسبوك من أعلى اللي يسموها بركبتا يعني. نعم. على مستوى الفرد في. لكن نحن بنقول أيضا أنك أنت ما تتسوق بس كده يعني، يلا أي موقع جاك أي كذا يجب أن تتأكد من موثوقية الموقع. طبعا. كيف يختلع؟ طبعا هناك في بعض التبس أو بعض الهند أو بعض الأشياء اللي ممكن تتأكد فيها. العنوان مهم جدا، يعني عنوان مثلا مثلا في بعض الأمور ما يكتب بنك، سبحان الله الحرامي ربنا إلا ما يخليه يطلع عجل يكتبها كلمة بنك. يعني بدل بي اي ان كي بي اي او كي، يعني ما يخربط. نعم. أحيانا الاسم ما يكون مضبوط. نعم. دائما الموقع السكيور بيكون يسبقه اتش تي بي اس، صحيح، فأحيانا تلاقي اتش تي بي بدون الاس، فهذه كلها أحيانا تلاقي في قفل في أسفل الصفحة. تمام. بيعطيك إنديكيشن، تقدر تضغط على القفل هذا بيعطيك إن الموقع سكيور. ما زي ما أقوله حاصل باصل ضاع الواحد فيها يتصل بالجهة. تمام. ما يمنع. عشان كده نحن يعني رصدنا بعض الحالات اللي يسموها رجل في الوسط. طبعا هذه حالة من حالات الاحتيال، إن يخش عليك هاكر يطلعك من السيستم وهو يقعد مكانك، هو في مقود الطيارة صحيح وينفذ وكأنه العملية جاية من عندك أنت. صح. فعشان كده التحويلات الأمور هذه يمكن تتأكد من الموقع. ما أقول كل المواقع مغشوشة، لكن التأكد نتكلم على كم، على حوالي 25 مليون موقع على مستوى العالم. صحيح. فالتأكد والإطمان ما هو بس يلا مجرد موقع تدخل عليه وتعطي له كل بياناتك. بالنسبة للبطاقة إما أنه أحد تعرف عليها أو شافها أو كذا، أو حتى ممكن في حال أو جرب برا أو حول. لا تعرف الرقم اللي من برا اللي ورا عفوا ولا مؤاخذة كله ثلاث أرقام. صحيح. فيجرب واحد اثنين يضربها ثلاثة أربعة ومحتال ويوصل يوصل للرقم. باله طويل هالمحتال. باله طويل مشكلة. طب برضو أستاذ طلعت بنلاحظ مؤخرا كثير بنشوف في الجرايد في ناس بيعملوا دعايات لأنه إحنا شركات تسديد ديون، إحنا شركات تسديد قروض، حول راتبك علينا. مزبوط. هذول إيش وضعهم برضو من الحملة اللي أنتوا قمتوا فيها؟ هذول وضعهم خطير. أول شيء هذول مخالفين مخالفة صريحة لمواد مراقبة نظام البنوك اللي هي بالتحديد المادة الثانية اللي هي بتقول مين هم الأشخاص المرخصين، والمادة الخامسة اللي بتعطي التحديد أكثر، والمادة 23 اللي هي بتعمل عقاب على أنواع العقوبات. طبعا طبعا هذول تم رصد حقيقة حوالي 458 ألف حساب على تويتر. طب ليش طلعت تويتر؟ لأنه تويتر تعرف وضع واسع، مفتوح. كل واحد فتح حساب ولا مخل. كانوا في البدايات في الصرافات ممكن تتذكروا كانوا في خفوا، الآن تقريبا انتهت الظاهرات. حتى نحن جانا عتب أنه أنتوا بتروجوا له بتحطوا بها مع تويتر. نحن ما بنروج، نحن اليوم عندنا أكثر من 15 مليون حساب، كويس؟ عندنا أكثر من 18 ألف حساب، عفوا جهاز اي تي ام أو صرف آلي. فبالنسبة لهم نقطة تسويق ما أحلى من كده. صحيح. مين فينا ما يروح كل أسبوع مرة مرتين؟ شلنا بدأنا نزيل، راحوا لعمد الكهرب، راحوا على الشجر بالضبط، لقيه عند بوم الصرافات معلقين لوحات. أيوة. الآن طبعا الفضاء الواسع بالنسبة لهم آلة تسويق روعة يعني ممتازة للأسف. ف 458 يعني حتى بعد ما تطلع على بعض الحسابات تلاقي الفولورز فوق المليون، تخيلي فوق المليون. يا الله. هم ضحايا، هم يعني فضوليين، ما انت عارفة. ربما كمان ممكن يشتروا متابعين حتى يزيدوا من ثقة الناس الثانية. طبعا هم زي العفو النتورك يعني زي شبكة. طبعا العقاب في هالحالة مؤسسة النقد نزل حقيقة تحذير، والعقوبات قد تصل إلى 500,000 وإلى السجن. يعني يا واحدة فيهم يا كليهما. لكن للأسف أنا اللي أقول حقيقة مهما نحن قمنا بجهود وبرنامجكم الموقر والإذاعات والتلفزيونات وكل الأمور دي كلها، إذا ما كان نحن كمتعاملين معهم يعني ما نتركهم نفسنا. لا ونتركهم، هم ما حلقوا لهم سوق، حيقفلوا بكرة. هم كيف لقوا لهم سوق لقوا ترويج؟ إن هم لاقين الناس يتعاملوا معهم. طبعا تيجي زيد من الناس تقولي له كذا، قولي يا أخي والله أنا صاحب حاجة ورحنا للبنوك وما أعطونا وفيهم. أيوه. ويخطيهم. طيب البنوك لما ما يعطيك أحيانا بحميك. صحيح. صحيح. يعني وبعدين أنا ما عندي أوبن إندد أدي الناس على كيفي. صحيح. هذه أموال مودعين وعندي شروط وعندي مؤسسة نقد وعندي استقطاع وعندي كذا وعندي كذا. صحيح. فهذه هي المشكلة. منين نجي للصحف؟ طبعا أنا لما ألاقي أبو عمرو ولا أبو زيد ولا اللي هو نحن نسمينه أبو حسون، الشخصية اللي اخترناها أبو حسون. طيب. فهو يقول لك يا أخي في جريدة محترمة، والله أكيد الرقم هذا ممتاز يعني مستحيل أي
طبعا لعل حقيقة أشير بوزارة الثقافة والإعلام في وقت سابق عممت على جميع الصحف والملاحق والمجلات بعدم نشر هذه الإعلانات في المبوبات يعني. صحيح. بس الحمد لله يعني المراقب قبل وبعد يجد أنه في النادر ما تجد. طبعا ما حنكلم الصحف يقول والله اختلعت هذه بتأتينا أحيانا من الموزعين يعني تعرف الصحيفة يعني لها وكلاء وشغلات زي كده. بس الحمد لله انتهت ما أقول 100% لكن انتهت من كثير من الصحف المحلية. صحيح. طيب أستاذ طلعت يمكن في أحد المحاور اللي تهدف إليها هذه الحملة اللي هو التوظيف عن طريق السوشيال ميديا أو صحيح. الإنترنت. كلمنا عن مخاطر هذا الموضوع. نحن زي ما قلنا عادة لما أحد يوظفك أول يعني غريبة تجي الرسائل من دول البطالة فيها يا ساتر عالية يا ساتر استر يعني. فكي يعني أنا اللي بقوله أنه لازم الواحد ولا مؤاخذة يكون عنده فطنة. صح. لما تجيك من دولة أنت عارف أنه فيها البطالة ما أدري كم 70% ولا 50% ويعرض هو عليك وظيفة ويعطيك عروض ويطلب منك رسوم زي ما شفتوا أنتوا العفو في الإعلان واضح أن عملية فيها شك فيها يعني غريب ولا هو معروف ولا هو موثوق ولا هو كذا. فهي طبعا بياخذوا رسوم. انه نفس الكلام اللي طلع قبل فتره ونبه عليه انه واحد يجي يبيعك سياره فارهه تخيل يعني بدون ما نقول اسم عشان دعايه يبيعك هي نص السعر. طيب الله ما شفناه بالعقل عرفناه. صحيح. فيقول لك والله مش عارف ايش وكذا يبدا يسحب منك فلوس يلا هي في الجمرك الفلاني شويه رسوم الى ان انتهى الموضوع اخذ منك سعر السياره كامل ممكن زياده. وحصلت حركه ان سياره ما تسوى 300,000 هذه حقيقية وعرضت ب 150,000 وفي النهاية لا 150 راحت ولا سيارة ولا 150 ترى يسوونها كمان مع الشغالات. أنا أجيب لك شغالة هي دحين مشيت خلاص ركبت ويؤديني فلوس زيادة. صحيح. ويسحبوا من الناس مبالغ كبيرة ولا في شغالة ولا في شيء. شوف الاحتيال أي وعرفها النظام أي ممارسات تنطوي على الخداع والحاق الخسارة بالشخص الآخر. صح. والاحتيال قد يكون احتيال مالي يعني أو احتيال فكري أحيانا الملكية الفكرية انك انت تحتالي وتتكلم على واحد وتاخذي مثلا شغلاته وتوزعيها وتبيعيها وكذا بدون اذنه. طيب استاذ طلعت يعني طب ايش اللي ينقصنا يعني انتوا كلجنه اعلام وتوعيه مصرفيه مشكورين قمتوا بكثير من الحملات تتوقع يعني هل يعني لسه الوعي لازم يكون اكثر؟ هل مثلا الارقام قلت او الاحصائيات قلت الناس بدات تستوعب اكثر انها ما تجازف وما تدخل او ما تصدق هذه الدعايات الوهميه؟ يعني شوف لا يعني كمان عشان نكون عادلين لا في تحسن صراحه يعني في احد سنه من السنوات كان عدد الشكاوى يزيد عن 4,000 شكوى. نعم. اليوم نحن نتكلم الى هذه اللحظه زي ما قلنا 468 شكوى ففي دروب كبير في كذا. لكن احنا نتمنى نحن ننوجع كبنوك كمؤسسات ماليه انه لو يكون عمليه احتيال واحده اكيد لانه حرام يعني فلوس الناس وكذا وكذا. انا اعتقد انه حجر الزاويه زي ما قلنا هو العميل ولم يطلع ترى الامور بسيطه يحافظ على بطاقاته ما يستخدم ارقام بسيطه تكون عشوائيه تكون صعبه شويه يحفظها عن ظهر قلب ما يروح لابو فلان اذا احتاج لا يبرر الوسيله بغايه يعني بغايه بوسيله بالزبط. غير نظاميه اي لانه هذول يعني حتى لو قلنا حسن النيه ترى اسعارهم مضاعفه لانه هو كمان ذاك يعني تخيلي واحد يبغى يسدد متعثر انا ما نعرف كيف يسدد متعثر وحتى لو صدق الكلام ده حياخذ اضعاف مضاعفه من الضمانات وكذا يضمن حاله. فاعتقد الكياسه في الامور هذه والفطنه والحذر الحذر جدا مهم. تمام وان شاء الله طبعا ربنا الحامي في النهايه. طيب استاذ طلعت تكلمت انت عن الشكاوي طبعا وعددها اللي بيجيكم وكذا. لو انا تعرضت لاحد من هذه الاسباب يعني كيف اقدر اشتكي؟ خلينا ناخذ مثل معين محدد. انت جات عليك عمليه طبعا حقيقه البنوك السعوديه ليس والله من باب المجامله بتجيك رساله في الشارده والوارده صح ايداع كذا فهذه لازم تنبهك ولا مؤاخذه انك تشوف الرساله واذا لقيتي والله المبلغ حتى لو شكيتي قد يكون نسيتي ما في مشكله اول ما تعمل تتصل بالبنك. طيب. واليوم البنوك كلها عندها ارقام على مدار الساعه صحيح وتقول والله يا بنك هذا اما ان ياكد لك العمليه ولا مؤاخذه او انه يقول لك والله العمليه نحن ما لا انت عارفه ولا هم عارفين ولا انت عارفه مصدرها ايوه فعلى طول يلغي البطاقه ويصدر بطاقه جديده تحسبا لانه لا سمح الله اي عمليات اخرى يعني انا مرت علي حاله بصراحه بعد 40 عمليه 40 عمليه بلغت
بعد 40 عملية 40 جات على بطاقتها. 40 عملية جات على بطاقتها. وهي ما بتجيها مسجات ولا بتجيها؟ إلا بتجيها. لا لا بتجيها. هي ما قال ما أنكرت قالت جاتني بس أقول دحين دحين شوية بعد ما في حاجة اسمها شوية. أيوة. على طول عندك أرقام جاهزة. البنوك مستعدة لتلقي الشكاوى للتعامل للتفاعل لآخره. طبعا بعد 40 عملية كان مبلغ يعني انت عارف يسموه كرة الثلج وصح كان صغير كل مرة 40 ريال مرة 100 ريال 50% لكن حرام يعني جمعت أكيد. طبعا استعادتها ومشاكلها أعوص مما هي من أول عملية ثاني عملية قالت يا بنك وقف البطاقة. هل يمكن استعادتها يا أستاذ طلعت؟ نعم. يمكن استعادة المبالغ والله التي كانت تصرف يعني من نفس طبعا البطاقة؟ يعني في بعض طبعا لحسن الحظ يعني بعض الحالات التي ضبطت كان المحتال والمحتال عليه في نفس البنك كده يعني جاء التوافيق صراحة فكان يمدي البنك عشان كده هذه 468 بعضها قد يكون استفسار قد يكون باجة وبعضها انه هو تمكننا والله الحمد من انه نمسك المحتال ايه انه خلاص جاتنا ممكن انت متخبي البنك يكون نفس المحتال لا ولا مؤاخذه طبعا بعيد عنك الشر احتال عليك لكن يكون حسابه موجود وحسابك انت هناك أيوه. فالبنك على طول يدخل على السيستم ويقفل ويقدر هذا أيوه أيوه. فهو السرعه في التبليغ انا اعتقد محور مهم جدا في التعامل مع الموضوع. طيب يعني اذا انا تعرضت للاحتيال اتصل على بنكي انا على بنكك انت. ايوه بنكك انت لانه بنكك انت صعب لو اتصلت مثلا خلينا نقول بنك اكس اتصلت على بنك واي مثلا يعني ممكن ولكن طبعا بنكك انت هو حيتفاعل وحيوقف البطاقه لانه البنك الواي ما عنده البطاقة أيوة. فعلى طول يوقف هذا ويصير لك رقم سري وأمور على طول وبطاقة جديدة وانتهى الموضوع. طيب برأيك أيهما أفضل لمن في حالة السفر أستعمل البطاقة بأية عملة بعملة البلد اللي أنا فيه أو بالدولار أو بالريال؟ سؤال مرة ممتاز. لمن تروحي برة البلد عادة تسألي عادة بيقول لك بدك تبغي بعملة البلد ولا ولا بعملتك؟ نعم. دائما عملة البلد. أيوة. دائماً. عملة البلد. عملة أيوة. البلد أنا مسافرة فيها. اللي أنت فيها ليش؟ لأن أنت لو قلت بالريال أو قلت بالدولار حأخسر زيادة. لا مو تخسر حيقعد تحويل يسموه كروس اكستشينج أيوة. فيحول من ده يودي الريال ويحول لعملته فعمليه ياخذ رسوم خدمه ياخذ رسوم لا تحويل 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 نعم. فلا دائما سالك بعمله البلد لانه ياخذ عمله البلد يحول التحويلات تكون اقل من انك لو قلت له بعمله طيب استاذ طلعت اخيرا وليس اخرا نصائحك لمشاهدين برنامج سيدتي الحذر ثم الحذر ما بنخوف التعامل الإلكترونية مهمة هي سمة العصر لكن الثقة تكون في محلها أكيد. طيب أستاذ طلعت بس سؤال كمان عندي أنا لسه أمس جاتني رسالة من البنك يقول سيتم إضافة اللي هي 5% الضرائب هذا موضوع طويل أنا بس أبغى أعرف باختصار حتكون على إيه طبعا نحن نتكلم على ضريبه القيمه المضافه اللي هي فاليو ادد تاكس هذا حتطبق في 1/1/2018 باذن الله وحتكون على الرسوم المباشره كيف يعني مباشره يعني الرسوم الصريحه يعني كيف يعني مثلا خلينا نقول كشف حساب ايوه كشف حساب عليه رسوم رسم صح صريح مباشر هذا عليه 5% طيب القرض هل على القرض رسوم لا لكن إذا كان في رسوم صريحة وليست ضمنية ليست ضمنية في السعر أو في الربح هذيك ما عليها رسوم الثاني عليها رسوم أي رسم صريح واضح طيب طلعت شغلات غريبة كالعادة في السوشيال ميديا إنه والله الآن لو رحت سحبت من مبلغ والله أيوه. شيء ضحك حياخذوا عليك رسوم 5% صحيح طيب هي الخدمة أساسا بلاش الآن نحن كلنا نسحب بلا كيف حياخذ على بلاش صح. فطبعا نفتها البنوك السعوديه وقالت انه لا ما فيش على طيب ناتي على السريع على البوينت اوف سيل قال والله لو نقاط البيع نحن استخدمناها عليها رسوم لا ما عليها لكن على السلعه اللي انت اشتريت فيها لو هي خاضعه للرسوم اكيد حتاخذ على الرسوم فهذا هو الفرق اذا اي رسم مباشر صريح اما ايداع مبالغ في الحسابات سحب مبلغ قرض بطاقة ائتمانية كقرض وليس كإصدار نعم. رسوم طبعا رسوم عليها لكن ليس على مبلغ البطاقة تمام طيب طلعت حافظ يعني شكرا لهذه المعلومات المفيدة جدا اللي أفدتنا بها والمشاهدين نحب نشكر تواجدك معنا اليوم الله فرصة سعيدة شكرا للاستضافة أهلا شكرا لك مشاهدينا نطلع فاصل نرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي
مشاهدينا نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي في ضيافتي في هذه الفقرة وجدان الرشود صاحبة مشروع ناتشورال بيوتي. حياك الله وجدان. الله يحييك وسعيدة جدا لتواجدي معكم وفي هذا البرنامج الرائع والرباعي الأجمل. الرباعي مع يعني اليوم عبير هي إجازة الأسبوعية لها وإحنا كمان يعني متشرفين بوجودك معنا على السريع. لو تحكي لنا كيف كانت بدايتك مع هذا المشروع أو تكلمينا عنه بتفاصيل أكثر. أول شيء بدايتي كانت قبل سنة بالصدفة، يعني أنا ما سعيت لهذا الشيء أبداً. كان فيه بنت عمتي عبير الفهيدة وجه لها تحية، هي اللي شجعتني لأن أنا عندي خبرة طويلة سنين في الأعشاب والأشياء الطبيعية، فقالت لي ليش ما تفتحين حسابك، وكان حسابك السناب خاص وأقدم فيه خلطات وتدخل بس مو بالتفاصيل يعني لا 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 أحب أبحث وأقرأ عندي شغف كبير بهالشيء. فوقتها على طول فتحت الحساب، من ثاني يوم على طول بديت بطرح المواضيع. الحمد لله كسبت ثقة ومحبة المتابعين وما بعدها الأفعال إيه كويسة والتجارب والنتائج مرضية. عشان كذا أنا كسبت ثقتهم ومحبتهم وبالتالي حبيت أحط لي بصمة بالمنتجات. طيب أنت بتصنعي الصابون وكمان تصنعي كريمات طبيعية، كلمينا عن صناعة الكريمات. الكريمات توها جديدة، في البداية بدأت بالصابون، حبيت أمشي على نفس الخط اللي بحسابي أشياء طبيعية ضد أي شيء كيميائي، فبدأت بالصابون. قلت بتصير منتجاتي أفضل كلها طبيعية. الصابون طبيعي 100% يناسب جميع أنواع البشرة، يناسب الكبار الصغار الحامل، آمن على الكل، ما في أي مادة كيميائية، بالعكس يعطي ترطيب يعطي تفتيح. لما شفت نجاحه وقبال كبير عليه بديت عاد بالكريمات. ايش حكاية الكريمات؟ الكريمات طبيعية نفس الشيء، شيء خصصة للبشرة الجافة بحيث انه يكون ترطيبه مكثف وزيوت تفتيح. الشيء الثاني للبشرة الدهنية خالي من الزيوت. الثالث اللي يعانون من اكزيما والصدفية. طب كنت ابغى اسالك عن الصابون، هل بتعطريه ولا بس بتستعملي الالوان الطبيعية؟ على حسب الطلب، لان احيانا استخدم عطور بس عطور خاصة بالجسم، يعني ما تأثر ونقطة نقطتين بس بحيث أنها تعطي ريحة كويسة. الكريمات نفس الشيء، أنا على حسب الطلب بخليها. يعني الكريمات فيها مثلا نلاقي زيت اللوز، زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت بذور العنب، زيت الأفوكادو. طب إيش بيميزك أنت عن التواجد الرهيب لبائعات المشاريع دي اللي هي صابون وكريمات؟ إيش اللي يميز وجدان الرشود عن الباقيات؟ شوفي أنا ما أقلل من قيمة أحد، لكن في حسابات كثير وكثير يشدون حيلهم، بس اني لاحظت انه من قبل ما ابدا انه في حسابات بس تنزل الخلطه هذه وخلاص روحي. طب في متابعين كثير ما تدري انا كيف استخدمها، خصوصا الاعشاب يعني في كثرتها تضر. فقلت انا بتميز عنهم شيء واحد، اني لازم اخذ واعطي مع المتابعات، لازم ارد، لازم انبههم، لازم اتكلم بالتفصيل عن كل شيء، الاعشاب، طريقه استخدامها، اعطي روتين كامل لصاحبه البشره الدهنيه مثلا بحيث انها تتخلص من جميع مشاكل البشره. وبحكم انك انت تقرا، يعني زي ما قلت انك انت لا تحبي تبحثي وتقراي، فبالتالي تدي تعليمات صحيحه لطريقه الاستخدام. مستحيل انزل شيء الا بتجربه، واي كلمه اقولها متاكده منها وكلها من تجاربي انا، يعني ابحث اي شيء جديد اروح اجربه، بحال ان عجبني انزل للمتابعه. طيب خلينا نجرب الكريمات اللي عندك. انا مثلا بشرتي جافره، يمكن دهنيه اكثر صح؟ والله ما ادري، انا بسالها وهي تقول لي. يلا جرب. هذه للبشره الجافه. هذا للبشره الجافه. وشوف انا لاحظت مثلا يعني الصابونه دي لونها زهري، بس لما تيجي مثلا تشميها ما في مثلا ريحه صابون طبيعي. ايه هذه باللافندر، ريحه فراوله او رازبري، يعني مبين انه انت فعلا كل شيء عندك طبيعي. ريحه صابون وكلها نفس الريحه ولا انت بس؟ لا لا، على حسب. في مثلا الزرقاء بالياسمين، الحمراء بدون اي اضافات، هذه باللافندر. ما اعرف، يمكن انا عندي مشكله ماني شامه، يمكن مع البرد عشان مغلفه، يمكن مع الاستخدام والرغوه. ايه يعني يمكن صناعة الكريمات مختلفة عن صناعة الصابون، يعني ايش المواد الأساسية اللي تستخدميها في صناعة الكريم؟ الكريم استخدم الشمع، زيوت، كلها أشياء طبيعية يعني، بس ان الكريم يعتبر أصعب شوي.
يعني من الواضح أصعب يعني. طب وهذا مثلا استخدم للوجه والجسم ولا فقط للجسم؟ لا للوجه والجسم، وآمن برضو على الكل، أنا طبيعي ما في أي مكونات ولا عطور ولا شيء. يعني حتى مثلا الكريمات حقت الجسم ما فكرتي مثلا تضيفي عليها مثلا العطور الطبيعية مثلا عنبر مسك؟ ممكن لكن بنسبة بسيطة، لأن في ناس ما يتقبلون عطور. أيوة صح. في عطور أنا ما أخذتها مركزة، تنحط مثلا نقطة نقطتين بعلب كثير حيث أنها تطلع ريحة حلوة بس أنها مو خفيفة مو مركزة. أي أي صح. أي. طب كنت أبو أسألك، قلت لي عندك صابون وكريمات للأكزيما والحساسية. طيب هذه كيف بتعرفي انه هذا نوع من الاكزيما مناسب له هذا الكريم وغيره؟ تكلمي عن شوف الاكزيما والصدفيه يعانون من حكه تهيج طول الوقت، فمحتاجين شيء يرطب ترطيب عميق، فاعتمدت للاكزيما اللانولين. اللانولين زبدة اللانولين هي كويسة مرة للي يعانون من الأكزيما، وسبق تكلمت في حسابي وعطيتهم، اللي ما يقدر يعني على الكريمات يسويها بالبيت سهلة. طب ايش الصعوبات اللي بتواجهيها؟ يعني هل انت عندك معمل خاص بيكي ولا بتشتغلي في البيت؟ والله بالبيت، يعني بالبيت. كبدايه بديت بشكل محدود وبسيط، ان شاء الله نتوسع في الايام الجايه ان شاء الله، وتنزل منتجات للسوق، هذا اللي اطمح له. الانستغرام متعب شوي. اكيد كل التوفيق لك. طب وجدان، في كثير ناس بيقولوا انه زيت الزيتون بيسبب جفاف، وانت اكيد مثلا من ضمن الاشياء او المستحضرات اللي انت بتستخدميها في صنع الكريمات او الصوابين بتستخدمي زيت الزيتون، هل فعلا صحيح زيت الزيتون بيسبب جفاف؟ شوفي، لا ما يسبب جفاف بالعكس، بس انا ما استخدمه ترى ولا في اي منتج ابدا. كل الاشياء والزيوت اللي استخدمها عضويه كلها اجيبها من برا، عشان ما تكون فيها ريحه مزعجه، لان العضويه تكون ما فيها روائح. ايوه. طيب بتقولي كمان انه انت اكتف على السناب شات ولكي مشاهدينك ومتابعينك، ما بتجيكي يعني مثلا انتقادات انه يقولوا لك لا طب انت شكلك مره صغير، ايش الخبره الكبيره هذا اللي عندك ومعرفتك ما شاء الله؟ ترى كنت تقريبا 10 سنين كنت عندي شغف، يعني اموت في الماسكات الطبيعيه، كل شيء طبيعي مستحيل اجرب. كنت اعاند حتى من مشاكل في بشرتي، تخلصت منها تماما بالاشياء الطبيعيه، لانه الناس مو كلهم يقدرون يروحون للمراكز. أيوة برضو طبعاً. التقشير في المراكز ممكن يعطي نتائج عكسيه، فالطبيعي افضل، اذا ما نفعك ما راح يضرك. كثير ناس كمان يحبوا يعتمدوا على الاشياء الطبيعيه، ما يحبوا التقشير الكيميائي ودي الاشياء. انا من يعني. انا من هذول الناس، عشان كذا خصصت حسابي كله اشياء طبيعيه. طب كويس، انا ممكن تلاقيني اعمل كابتشر في الجوال على الماسك. ايوه غزلت حب. ايوه يعني ممكن انسى بالشهور. أيوة. ما اعمل ماسك، استخشي مطبخ واعملي شوفان واعملي حليب وحطي عسل، لا اعطيني صابونه جاهزه اغسل فيها. صابونه في ماسكات بعد انا حاطتها اقول للعجازات. يعني جاهزه، ماسكات جاهزه تسويها بعلبه وخلاص، بس تخلطينها بزبادي وتسويها. يعني وجدان ماسكاتك لجميع الناس الكسلانين. أي الاكتيف اللي بيعملوا كل حاجه. طيب جميل، والالوان اللي بتستخدميها الوان طبيعيه برضه؟ كلها الوان خاصه بالبشره، مستحيل انها تضر او تسمر، او كلها طبيعيه. ما يشوفكي بعدين احيانا بعض الناس تحسيهم يبغوا الفانوس السحري. انا اكره. ايوه حكينا عن دور الناس. سبق تكلمت ونزلت بالانستغرام تقول لي اعطيني شيء يبيض خلال اسبوع. هذه مشكله، ما في شيء يبيض خلال اسبوع، يلا روحي خذي لك كورتيزون، بس انك شوفي مضاعفاتها بعدين. أيوة. ما في شيء طبيعي يبيض. كويس انك صريحه يعني بتقولي للناس الحقيقه. اي لا لا ما في شيء، حتى الاشياء الطبيعيه تبيض تفتح مو تبيض. بعد شهر شهرين، لانها شيء طبيعي يبغى لها استمراريه. صح، استمرار. طيب العنايه اصلا الافضل يعني تكون باستمرار، الواحد ما ينقطع. أكيد. وجدان، قديش ساعدتك السوشيال ميديا في انتشار مشروعك وزادت على توسعه بشكل أكبر؟ أول شيء بجهدي، ثاني شيء دعم اللي حولي، والمتابعات نفسهم هم اللي يسمعوا. إيه يعني هذه ترسل، استفادت ترسل اللي عندها وهكذا. يعني احنا دائما نشجع الصناعات الوطنيه بايدي سعوديه، وانا عندي ثقه كبيره في شبابنا والمواهب اللي عندنا. يعني ايش ينقصك عشان تفتحي معمل خاص بيكي انه يصبح لك اسم براند ماركه ممكن كمان تصدر للخارج؟ لسه شو المعمل، شوفي انا اسويه بالبيت فصغير شوي، احيانا ما يكون عندي مساحه عشان اشتغل اكثر فاوقف شغلي. يعني احتاج معمل، ابغى انزل مثلا منتجاتي للسوق، شوي الاقي صعوبه. تحتاجي دعم مثلا من شركات كبيره، رجال اعمال او دعم المشاريع الصغيره اللي قدمتي؟ طب فيها يعني قدمتي تجاوبوا معاكي؟ احد رد عليكي؟ لا ما حد، ما يردون غالبا، او انه يعني تكون في شروط صعبه.
صعب علي انا يعني يبغوا فلوس يبغوا باك يعني يبغوا اشياء إيه. ولسه تعرفين الواحد في بدايه المشروع يعني في البدايه ما يكون في هذاك الربح بالضبط فشوي شوي الواحد يطلع طيب ايش في مفاهيم مغلوطه يعني في الخلطات دائما تسمع تقول لهم ايش بتقولوا لا ترى انتوا فاهمين الموضوع غلط ان غير طبعا حقة التبييض هذه اول شيء تبييض شد الجسم بشد مثلا عندي تجاعيد كثيره يلا اعطيني شيء يشد التجاعيد ما في شيء طبيعي طيب يعني ما في شيء لا في في توني تكلمت بس ما يودي صح يعني ما في شيء 100% لا الاستمرار يروح 100% والله يروح بل ما ابغاها التدليك الجاف محطوط بالغراوي يضحني ابغى مسامها شغل كثير يعني والله شغل والله شغل عندها ماسكات جاهزه يعني انت فعلا انت كذا وفرتي 3/4 الطريق على البنات يعني انا شخصيا ما اعرف اروح اشتري الشغلات كده وعشان اعمل منها ماسك فحلو انه عندك ماسكات جاهزه بس فاضل اني انا اخلطها مع بعض بس هتحطيها على وجهك عادي يتحمل يعني مو لهالدرجه الكسل يا غزل طيب ايش تتمني يا وجدان يعني في المستقبل في هذا مشروعك الان انت الان اونلاين اكيد تبغى تكبري من نفسك صح اكيد اكيد, أكيد. فايش اللي تحتاجي الدعم احتاج والله اللي اتمناه انه يكون لي شركه باسمي اسمي يكون معروف احط لي بصمه والكل عارف وجدان رشود ومنتجات وجدان رشود اكيد باذن الله انها راح تكون سلسله متكامله للعنايه بالبشره والشعر يعني من جميع النواحي ان شاء الله سوداء تطويل تكثيف شعر كل شيء ان شاء الله حيكون لك ماركه مسجله باسمك قريبا نتمنى لك كل التوفيق الله يسعدك يا رب وحب أشكركم واستضافتكم وأشكر كل من دعمني أوجه لهم تحية أنتهز هذه الفرصة أول شيء أهلي أبوي أمي خواتي كلهم إخواني عبير ما أنساها هي كان لها الفضل وجروب بسمة وبنات الجروب بالتوفيق يا وجدان وجدان الرشود شكرا لوجودك معنا مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي دمعتي حلمي حدا يحميني يتجوز ابني مشاهدينا ننتقل الى زميلتنا غالية امين ونشوف تقرير خاص مع مصممة المجوهرات باولا دي لوكا ونتعرف على اخر صيحات المجوهرات أهلا بكم مشاهدينا في فقرة الفاشن من برنامج سيدتي اليوم حتكون معنا باولا دي لوكا وحتعرفنا على آخر صيحات الموضة للمجوهرات Hi Paula, I would like to welcome you on the سيدتي show in the fashion segment. Of course, every girl loves jewelry and I want to ask about your expertise in the field. Well, I've been in the jewelry field for many, many years. Jewelry for me is an expression of one person, one identity. So the way we are and the way we feel shows also not only in clothing, but especially also in jewelry. So it's the way you express yourself through jewelry, you mean? Yes, I mean, each of us has a personality and more, especially because women, they are also not only receiving gift, but also we are doing our own purchasing, our own buying. Yeah, true. We really want to express our own style and we want to be different from one another. So yes, there are, for instance, trends in the market and there are style trends or fashion trends, the way you want to call it. But I believe more and more consumers, they really want to express their own identity, their own personality. What are the emerging trends for 2018 in jewelry? Well, the biggest trends that they are emerging are what we call stackable and versatile jewelry, especially in the category of what I call prêt-à-porter or ready-to-wear jewelry. So the more like everyday jewelry, the fashion pieces, yeah. They are lightweight but stackable and extremely versatile. So a woman can really buy pieces and collect them and stack them. So let's say calf bracelets, people can, you know, you can buy one or two or three and mix and match it with, you know, white gold with yellow gold or pink gold and diamonds. Yeah. Or for instance, earrings. Earrings are no longer necessarily coordinated. You can wear it asymmetric also because women are having more piercing on their ear. So they like to mix and match and so
More brands and more emerging designers are selling earrings as an item, as an individual piece, rather than matching, like as a pair. So I would say that collections and the biggest trend in jewelry, it's really having items and product that they are related, they are one collections and they match, but not necessarily in a matchy-matchy, yeah, set coordinated way. What's the trend in weddings right now? For example, if there's a bride, how can she pick her piece? Diamonds remain, especially in the Middle East, the biggest pieces. One of the things that I would say they are strong is the association of diamonds and pearls. So I would say that diamond and pearls are very big because pearls have evolved strongly. I think that the necklace remain a very important piece, but also tiara and head pieces are very important. That's nice. The tiara pieces are kind of an alternative or a new way of wearing jewelry in a different way. Especially tiaras not necessarily are traditional, like, you know, a crown, but can be just hair pieces or head pieces. But also, I would say the ear cuff, the earrings being very regal, very important, you know, is another piece that is a key piece for bride. So I would say that the head pieces or the necklace are the pieces, the must-have piece for the bride. So the bride today is a bit edgy. Well, I think it's both, Galia. I think that, you know, women reflects the time, our times in history. And you can be classic, more traditional, or you can be more moderate, or you can be more edgy. I would say that women more and more are reflecting the need of expressing their own self. So not necessarily they follow what is being told in the past. So you can mix a classic piece that maybe your grandmother or mother gave you, associating it to a modern piece. That's very nice. And you kind of, you want to break the rules, which is, breaking the rules is not necessarily negative. It's called evolving, evolution of styles, and really reflecting modern times. What about the day-to-day pieces? Do you think girls should go with gold, like yellow gold, white gold, or rose gold? I wouldn't say that there is just one color. This is my philosophy because, for instance, sometimes based also on your color scheme or the way your hair are, you would, reflect better in a different color. So either could be white gold and diamonds, but also I love pink gold and diamonds as well. But the combination of the metals are very interesting. So I would say that it depends on a woman, but definitely pink gold and diamonds is very elegant these days. Thank you so much, Paula, for your time. I loved having you on the show. Thank you for having me. عودة لكم زميلاتي في استوديو سيدتي. شكرا غالي على هذا التقرير الرائع عن المجوهرات، واهم شيء اللي هو دبل العروسه ما زالت كلاسيكيه، الخاتم الدايموند اللي في الوسط، بس يمكن بعض العرايس ما يحب يقول لك لا انا ابغى الماس داير ما يدور. لا هو خاتم السوليتير احسه الكلاسيك. اقول لك هذه البنت ماديه ما تصدقي، بس لا مو انا بس يعني البنات. الخواتم السوليتير انا احبها كلاسيك. اوكي ممكن تكون اثنين، الاول سوليتير بماسه كبيره والثاني على قولك ساير داير، فامورك طيبه. يعني الماس هو يعني اكثر حاجه تقع المرأة في غرامها، والحاجة اللي لا يمكن المرأة في يوم من الأيام تكرهها وتقول ما أبغاها. من الأحجار الخالدة. أنا كمان حبيت من ضمن الأشياء اللي شفناها قبل شوي في التقرير، لما كيف الواحد بينسق القطع المجوهرات حقته مع الفساتين وخصوصا للعرايس. فكل ما كان سمبل وناعم والبلينج بلينج قوية بتكون يا رب يا شيخ. إن شاء الله كده وإحنا جالسين من الاستديو ده يصير عندنا مجوهرات عشان يمدينا ننسق بس بين ملابسنا وبين مجوهراتنا إحنا والمشاهدين. مشاهدينا نروح فاصل ونرجع لكم من جديد. يمكن الغلط مني، يمكن الغلط منك. أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي استخدامات عديدة، فلم تعد فقط تقرب البعيد وتقصر المسافات، إنما أيضا تساعدك على الحفاظ على وزنك
أو بالأحرى تقدم لك وصفات سحرية صحية لتأكلي ما لذ وطاب دون الشعور بالذنب. فما مدى مصداقية المعلومات المقدمة؟ هذا ما ستتعرف عليه في سيدتي. زي ما شفنا في التقرير أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي استخدامات كثيرة، ومنها كمان الدايت، والناس يفتحوا صفحات ويقدموا دايت مختلف ووصفات مختلفة عشان التنحيف. خلينا نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا أخصائية التغذية سلطانة الربيع. أهلا بك أستاذة سلطانة، منورتنا. إيش رأيك في هذه الهبة؟ خلينا نقول الهبة هذه زيها زي كل الهبات اللي صارت عشان وسائل التواصل الاجتماعي. يعني وسائل التواصل الاجتماعي نعتبرها نعمة، نعمة كبيرة، لكن من ناحية اللي هي الجروبات هذه حقات الحمية والتغذية، يعني أشوف أنها ممكن تنفع ناس اللي هم موجودين خارج المدن، اللي ما متوفر عندهم عيادات تغذية، اللي ما توفر عندهم أطباء، ما يتوفر عندهم مثلا تواصل مع الأطباء، ممكن هذه تنفع فيهم. لكن مشكلتها الجروبات هذه، وش اللي صار؟ اللي صار أنه يجي أحد مثلا في الغالب يبغى فلوس، يقوم يسوي له جروب. الجروب هذا طبعا هو لا هو متخصص في التغذية ولا هو الطبيب ولا له أي علاقة، يحط له مجموعة. أوكي، المجموعة هذه تقول والله أنا إحنا ناس محتاجين مرة إن إحنا نكون إيش، نتواصل مع بعض، ونبغى سبورت، ونبغى دعم، ونبغى أحد يساعدنا وأحد يشجعنا. أوكي، كل هذا معقول، لكن اللي حصل إيش مثلا، أنا من ناحية اللي أنا سمعته واللي شفته واللي حصل لي، إنه يبدون يتواصلون مع بعض، أوكي، على أساس يتبادلون المعلومات، تبادلوا المعلومات مع بعض، في جزء كبير من المعلومات غلط، مو سليم، صحيح. في خبرات يمكن نجحت مع واحد ما تنجح مع الثاني، يعني مثلاً واحد عنده مشكلة في الكبد، مشكلة في الهضم، مشكلة في المشاكل، الأمراض كثيرة، يعني اللي هو ممكن يستعمله مستحيل يستعمله واحد ثاني حتى لو نجح معه. زي الرجيم البروتيني مثلا اللي يعتمد على اللحوم اكثر شيء، طبعا يعني هذا كارثه ذات، هذا اصلا كارثه لاي شخص يستعمله، فما بالك لو استعمله واحد عنده مشكله اصلا. صحيح. يعني هذه مشكله مين سهله، بس الناس مين مستوعب الشيء هذا. المضحك في الموضوع، واحده اذكر قالت لي انه انا داخله في جروب وكلهم يتكلمون وكذا، وانا معهم بس اني احاول وكسلانه شوي، فسمعتهم يقولون نزلت كيلوين، نزلت هذا، طبعا ما تدري من اللي يقول صحيح واللي ما يقول صحيح. فتقول انا غرت منهم، صرت اقول انا نزلت كيلوين، انا نزلت ثلاثه، صارت زيهم كذبه، يعني الموضوع كله كذبه في كذبه، تقول وانا ازيد في الوزن وانا اقول لهم انا نزلت زيكم، انا صار لي، انا حصل لي. هذه واحده، يعني هذه برضو، يعني في النهايه لو نفكر في موضوع الجروبات هذه، اولا لا هي متخصصه، الخبرات اللي تتناقل فيها خبرات أنا أعتبرها في نواحي كثيرة خطيرة، الأشخاص كثيرين. بعدين مستحيل، يعني أنا إلى الآن ما شفت ولا أحد دخل في الجروبات هذه ونزل وزنه حقيقي، يجيني بعد 3 شهور يقول لي نزل وزني، حتى لو نزل وزنه بعد 3 شهور ما يكون فيه ثبات. بعد سنة يجيني أتحدى يقول استمريت على نفس وزني، أي مستحيل، لأنه أصلا في مشكلة حاصلة. وش هي المشكلة اللي لازم الناس كلها تفهمها وتعرفها؟ أنه لازم 60% أقل شيء 60% من أي دايت أو أي حمية أو نظام صحي يتسوى، لازم التفكير عندنا يتغير قبل، الذهنية لما تتغير أول وتبدأ مستعد نفسيا استعداد كامل، أوكي ابدأ في نظامك تنجح. لكن انت بديت باساس مو ثابت، حتى لو قلت لا انا مستعد ذهنيا، وانت مستعد، هذه يبغى لها شغل، يبغى لها ما لا يقل عن 2 إلى 3 شهور من التعب ومن الفهم ومن الثقافه. صحيح. في الغذاء، عشان انت تبدا خطوتك الثانيه، تبداها وانت على قناعه كامله انه اوكي انا عندي الحين ثقافتي الغذائيه الكامله وعندي استعدادي الكامل، الآن ببدأ خطوتي. طبعا هذه الثقافة يعني ما تيجي من مجهود الفرد لحاله، لازم يرجع لمختص. بس أنا سؤالي لك بغض النظر عن في جروبات عن الواتساب، خليني أسأل عن المتابعة أو حتى البداية مع مختص بس كحالة فردية،
مو لازم صاحب السمنة أو الوزن الزائد يخضع لتحاليل دم أو فحوصات معينة قبل لا يبدأ مع مختص؟ شوفي لازم يفصل يعني أولا التحاليل هذه أساسية 100%. لو تجين لو أي طبيب أو أخصائي أو أحد أعطاه الحمية على طول هذا أدري أنه تجاري. فاشل وتجاري 100%. أنا شفت ناس يعني هالني الموضوع صراحة. يمكن استرخصوا أستاذة سلطانة إنه مثلا بدل ما أروح عند دكتور خاص بالتغذية ولسه حتفع تحاليل والله وحياتك يا غزل أسعارهم غالية أدخل على جروب واتساب نحفز بعض أخذ من خبرة دا شوية أخذ من خبرة دا شوية وأعمل رجيم. وش الرجيم اللي يسويه؟ وش نوعيته؟ هل الرجيم اللي يناسبك انت يناسبها هي يناسب الاكل اللي تحبينه انت نفسه اللي تحبه هذه ما انا ما اعرف بالضبط ايش بيناقش في الجروبات بس ممكن احد مثلا يقول انا عندي مثلا سمنه مثلا في الجزء الاعلى من الجسم واستعملت الرجيم ده ومشي معايا ويلا الكل وراي يمشوا ما يمشي ما يمشي هذا الموضوع هذا ما يمشي بالطريقه هذه استحاله يمشي ولا استحاله ينجح بالطريقه هذه. لاحظت برضو الواتسابات في بعض الواتسابات يقول لك يدخل واحد يقول والله انا في الجروب هذا نقصت 30 كيلو اوكي شو مبالغ فيه جروب السحري 20 كيلو 25 في الغالب شوفي في الغالب ما كان يعني ما ودي اعمم 100% بس اكثر من 90% انه اصلا اللي مدخل الكلام هذا وقايله هو صاحب الجروب بالضبط او من طرفه عشان يبغى يدعمه بطريقه او بثانيه لانه فعلا الجروبات هذه ما هي بالطريقه اللي احنا افضل شيء في الواتساب ما نقول الواتساب ماي افضل شيء في انه الواحد يكون متعامل مع واحد متخصص وعارف مين هو متاكد انه الشخص هذا متخصص اوكي بعدين يتعامل معه بشكل فردي ليش لانه راح يحط له دايت على حسب كل ظروفه بعد ما يشوف تحاليله بعد ما يشوف وزنه بعد ما يشوف كل المشاكل اللي يعاني منها وبعد ما يشوف نوعيه الاكل اللي يفضله هذه مره مهمه برضه عشان يستمر يعني ما يسد دايت بحب ايوه عشان يستمر بالدايت وهو ما يحس انه محروم صحيح اوكي هذه بتنجح معه ممكن يستمر معها في الواتساب وممكن يتابعه وممكن يمشي هو وياه اوكي هذه ممكن تنجح لكن اني ادخل في مجموعه وكل واحد يجيب لك كلام من راسه وكل واحد يقول انا تجربتي كذا طبقوه يا المجموعه معي وسووا حطوا وانا نقد من باب الدعم يعني انه احنا جروب مع بعض ونساعد كويس بعض. لو أيه. انهم فعلا في الجروبات دي مثلا كمان بيعملوا دايتات خاف مثلا ممكن يكونوا بيعملوا خلطات شعبيه خلطات عشبيه كل شيء كل شيء سمعته ويصير كل حاجه سمعتها في هالجروبات هذه وطلعت عليها شيء يعني مو معقول يعني عندهم اعتقادات بعضهم غير طبيعية مثلا أنه يلا إحنا مثلا على سبيل المثال مثلا الزنجبيل ينحف أو شوف ما هو ما ينحف؟ لا طيب الشهر الأخضر أبدا طب وشهر أخضر؟ كله شلينا أنا أقول لا أنا أقول لكم حاجة أنا أقول لكم شيء أنا أقول لكم شيء هذه من الأشياء اللي الناس تأخذها غلط يعني عندك مثلا الشهر الأخضر هو من الأفضل بس إيش؟ الشهر الأخضر يساعد على عملية الحرق إذا تحركتي اذا سويتي رياضه اذا سويتي نشاط يساعد انه الحرق يصير اسرع شوي اسرع بنسبه ترى مو فعال يعني 20% او احيانا 15% يعني الناس لا يحسبون بشرب الشاي الاخضر وانحف وانا جالسه قدام التلفزيون ما يمكن صحيح ما يمكن طيب اذا يعني استاذه سلطانه خليني يعني انا كنت بحاول اوصل لطريقه انه اعرف انه هذه المعلومات اللي باخذها ممكن تكون هي فعلا معلومات صحيه ودقيقه شكله كده من الآخر ما في معلومات دقيقة وصحية من هذه الجروبات ما هي مضمونة ما هي مضمونة أبدا إذا إيش مرجع يكون؟ المضمون المرجع اللي هو يكون مرجع طبي مرجع متخصص هو اللي يكون مضمون مع الأسف أنا لاحظت برضو في عيادات طبية فيها أطباء أول ما تجينهم هدفهم تجاري 100% أنه على طول يأخذ أي كلام وبسرعة واشتبين وبدون تحاليل وبدون أي حاجة ويعطيك على طول حمية اللي هي 800 سعر حراري 800 سعر حراري هذه ما تعطى للأطفال أصلا ولا تعطى لسيدة عاملة أو رجل يعمل يعني بعدين يأخذونها جوني ناس كذا يأخذونها يقولون والله نحفتوا عليها إيوة بس وش حجم الخراب اللي حصل في الجسم بعدين ما تلقينهم مستحيل ما تلقينهم بعد 3 أسابيع إلى شهر شهرين تركوها طبعاً. مستحيل يستمرون طب أستاذة سلطانة ليش الناس صاروا فعليا الآن متجهين للاتجاهات الخاطئة اللي هو مثلا عن طريق جروبات واتساب أو عن طريق انستغرام او ايفر عن طريق المغريات كثيره مغريات كثيره والسوشيال ميديا مغري ويقدم لك الامور بسهوله ويقدم لك اياها وانت جالسه في مكانك ما تروحين ما تتعنين ما تروحين المكان ما تراجعين اوكي
ممكن هذه تكون ناجحة. والسوشيال ميديا بالعكس يعني رائع لو استفدنا منها بالطريقة السليمة. أهم شيء نتأكد إن إحنا قاعدين نتعامل مع شخص متخصص 100% ومتابع معنا 100% وقاعد يقدم لنا فعلا الحميات والنظام الغذائي اللي هو فعلا نظام صحي. يمكن كمان عشان هوس الناس في الفترة الأخيرة بالرشاقة فصار كل مين يعني من يوم ما يشوف أي حاجة بتحث للرشاقة أو بتساعد الواحد يلا جروب واتساب دخلنا جروب واتساب يلا مثلا في فلانة بتنزل وصفات على انستغرام أو واتيفر من السوشيال ميديا يلا كنا نروح بنتابعها. طب الهوس ده في المقابل ما في قدامه وعي مثلا من أخصائيين تغذية من وزارة الصحة إنه يا جماعة لازم تعملوا كده لازم كله ده يكون تحت أسس تحت معايير معينة. فين وزارة الصحة وأخصائيين التغذية؟ شوفي في الغالب هذا شغل من الأجيال الجديدة. الأجيال الجديدة هذه في الغالب عندها وعي نوعا ما بضرورة إنه لازم يشوفون لهم أخصائي أو طبيب أو أحد متخصص. لكن السوشيال ميديا على سهولتها يعني وفرت تسهيلات كثيرة لهم بحيث أنه ما يروحون يعني هو يعطيك مفتوح. بعضهم يعطيك وعود كبيرة جدا وانت قاعد في البيت أوكي يعطيك أسعار روعة وانت جالس في البيت أوكي. هذه مغريات ترى هذه طبعا. تغريني كثير تغريني بقول والله بجربها على الأقل بجرب أشوف هو صحيح ولا لا. برضو المشكلة الثانية أنه في برضو أخصائيين وأطباء استغلوا النقطة هذه بأسعارهم العالية جدا المبالغ فيها. فهو بين جانبين بين جانب أنه يروح للأسعار المبالغ فيها هذه يمكن ما ينجح لأنه دائما خايف أنه ما ينجح أكيد. أو أنه يروح للأسعار الرخيصة هذه ويمكن ينجح يقول أبغى أجرب وهذه سهلة وأنا قاعد في البيت يعني أنا ما أبغى خسران كثير. لكن في النهاية من الخسران وقته الخسران أنه حاول يسوي حميات وفشل استمرار أنه يسوي حميات ويفشل يسوي حميات ويفشل هذه لها تأثير نفسي كبير داخلي مدمر هم استوعبوا غير الأضرار اللي تيجي طبعا من وراء الرجيم الخاطئ للصحة يعني للصحة وللنفسية الحالة النفسية ترى مهمة صحيح الحالة النفسية جدا مهمة. يعني أنا نفسيا نوعا ما متزعزعة شكلي ما عجبني وضعي ما أدري إيش أجي أسوي ريجيم أنا حاسة إني فشلت في الناحية هذه أوكي أنا فاشلة ما قدرت رحت أسوي ريجيم واتيفر الرجيم اللي أنا سويته فشلت فيه رحت أسوي رجيم ثاني فشلت فيه رحت أتخبط حفقد الأمل هذا يعزز عندي داخليا إني إنسانة ماني قادرة أنجز يا الله فعلاً طيب. أنا أبغى هذا سوى تأثير نفسي هائل على بعض الناس أدى إلى أمراض مثل الأنوركسيا أمراض كبيرة يعني طيب أنا عندي سؤال أخير لك في حال كان الشخص وزنه مثالي طيب أول حاجة كيف يقدر يحسب السعرات الحرارية اليومية اللي يحتاجها ثاني حاجة كيف يشتغل على تثبيت الوزن لو تقولين لي هي بشكل مختصر شوف لا أقول لك من الآن السعرات الحرارية أنا أقول لهم وبكل وضوح اضربوا فيها بعرض الحائط لا حد يسأل عنها ولا حد يقول عنها ليش لأن إحنا كناس عاديين ما تهمنا السعرات الحرارية السعرات الحرارية تهم المتخصصين أوكي. فقط لا تدخل نفسك في أشياء أنت في غيرها أكل بالميزان يعني أيوة الأكل يكون لا ولا بالميزان ولا بشيء أنت معك عقلك أنت شايف الأكل في دهون كثيرة خفف منه كثير خذ منه ربع أو ثلث الوجبة اللي أنت ناوي تأكلها أنت شايف والله قطعة الحلى هالقد مغرية وحلوة ولذيذة ما أنت قادر تقاومها بسرعة قولي ممكن تشاركني فيها بالضبط تشارك فيها عشان غصب عنك ما تقدري تاكلي صحيح يعني الواحد ما يحرم نفسه ياكل لا ابدا ولا يحرم نفسه قليل. شوف مبدئي لا يمكن تحرم نفسك من اي شيء لا من دهون ولا من سكريات ولا من حلويات لكن لما يكون عندك ذهنية مستوعبة الاشياء هذه واقدر اسيطر على طريقة الاكل تسيطرين عليها ووصلت الى نقطة انه اوكي ذهنيتي قادرة على التحكم بالأكل اللي أنا أشوفه مو الأكل أو شهيتي اللي تتحكم فيني صحيح قلبت الميزان أدري أنك توصلين لنظام صحي أكيد 100% الحمد لله طبعا. أعتقد أن أنا وصلت له ما شاء الله تبارك الله اللي قدامي أشوفه مرة مسعدين صراحة الحمد لله أستاذة سلطانة الربيعي أخصائية التغذية شكرا لتواجدك معنا في سيدتي مشاهدينا فاصل ورجع لكم من جديد
برعاية حرم أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بن محمد آل سعود، وبدعم من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، نجحت جامعة الأميرة نورة في إدخال المملكة العربية السعودية إلى موسوعة جينيس العالمية بأكبر تجمع للمتطوعات. خلينا نشوف التفاصيل في التقرير التالي. لم تخلق أيدينا للأخذ فقط، فالعطاء شيمة من شيمها. امتدت تلك الأيادي لتمسك ببعضها البعض ولتكون سنداً وداعماً لعجلة التطوع. فاستمراراً لفعاليات اليوم العالمي للتطوع، أبت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلا أن تكسر كل الأرقام لتنضم بإنجاز جديد لموسوعة جينيس. فمع كل رقم تزداد دقات القلوب أملاً في تحقيق الغاية. آلاف المتطوعات انضممنا تحت سقف المكان ليكن جسراً بين المجتمع وحاجاته. مبادرات أطلقت وحققت نجاحاً تجولنا فيما بينها، فكان لمبادرتي تحت أمرك النصيب في الحصول على المركز الأول. اخترنا هذا الاسم لأنه دارج بين الطالبات ويخدم طالبات جامعة الأميرة نورة. مبادرتنا كانت تسهل المواصلات بين الطالبات داخل الجامعة بين الكليات عشان اختصار الوقت. لأنه وشي احنا طالبات من جامعة الأميرة نورة لمسنا مشاكل البنات فعليا من سبب المسافات الطويلة واحتياجات بعض البنات للسيارات الجول، وكان مبادرة مبدئية من الطالبات حصلناها بالجامعة. وين ناويين توصلوا بالمبادرة تبعكم؟ حتى بعد ما تحققتوا المركز الأول انتوا ايش ناويين تحققوا أكثر؟ نبدأ بالمشروع على طول، نوسع يعني سيارات الجولف أكثر، نبي نوسع المشروع بحيث أنه ما حد يحتاج، ويعني نقلل من المشاكل اللي كنا نعاني منها داخل الحرم الجامعي بسبب الوقت، ضيق الوقت. طيب لو تكلميني عن اللحظة اللي عرفتوا أنكم أنتوا فزتوا فيها بالمركز الأول. اللحظة ما تنوصف أبداً، يعني صدق كان مرة توتر مرة قوي، فأول ما قالوا مشروع تحت أمرك هو المركز الأول ما أدري، يعني كل واحد ما حس بنفسه، يعني ما ندري كيف صارت ردة الفعل، فكان مرة شغل حلو، يعني افتخرنا بهذا الشيء والحمد لله أنجزنا اللي كنا نحلم به. وهنا شابة ثارت استياء على الأجساد المنهكة التي لم تجد الغذاء لتسند جسدها الهزيل. مبادرة صحب عبارة عن وجبات مجانية تكون في كوبون يسلم للطالبات ذوات الدخل المحدود، بحيث أن الطالبة تتجه لمبنى الخدمات اللي توجد فيه المطاعم، تقدم كوبونها للمطاعم في المقابل تحصل على وجبة مجانية. حبينا نبدأ في البداية بالطالبات لأنه شفنا هذا على أرض الواقع، كان في طالبات دوام من الساعة 8 إلى الساعة 4 ما تحصل على وجبة خلال اليوم الدراسي كامل، ففكرنا أن نبدأ أولاً يعني من طالبات الجامعة وبإذن الله أنه يتوسع المشروع. بإذن الله مجرد ما يوصلنا قبول من أي مطعم من مطاعم الجامعة أو كافيتيريا على طول نباشر المشروع. جميل هو التطوع، فما أكثر الأفاق التي فتحها؟ أول شيء الحمد لله أني لقيت طريقي لمجال التطوع، الحمد لله فتح لي أبواب كثيرة، أهمها إثبات نفسي وبرضو أعطي من وقتي، وأصلا يكفي شعور السعادة اللي أحسها لما أعطي من وقتي ومن حب، يعني من غير مقابل شيء، يعني عطاء بدون مقابل. اللحظة اللي دخلنا فيها موسوعة جينيس الحمد لله حسيت بفخر عظيم وشرف عظيم الانتمائي لهذا الصرح العظيم. جامعة الأميرة نورة لم تكتفي بكسر الرقم، بل أطلقت حاضنتها لتخريج متطوعات متخصصات برخص تمكنهن من الممارسة المحترفة في المجال. متطوعات الحاضنة مطلوب منهم اجتزام 100 ساعة تطوعية حتى يحصلون على رخصة العمل التطوعي. نستقبل متطوعات من داخل جامعة الأميرة نورة ومن خارج جامعة الأميرة نورة. الساعات المطلوبة منهم هي 30 ساعة دورات تدريبية احنا نقدمها لهم من شركائنا، و 30 ساعة عملية علشان نهيئهم لسوق العمل، و 40 ساعة أعمال مكتبية. احنا من عام 1438 كنا نشتغل على طالبات والحمد لله خرجناهم هذا الفصل، و 1439 استقبلنا أيضا عدد طالبات والحمد لله خرجناهم، وفي بنات بعد من مستوى ثاني عددهم لا يقل عن 200 طالبة انطلقوا بمشاريعهم، وزي ما تشوفون ما شاء الله يعني تأهلت 5 مشاريع وفازت معهم. كلما سبق ما هو إلا رؤية مستقبلية للعمل التطوعي غايتها الوصول لمليون متطوع بحلول 2030.
حلو. لمعرفة المزيد من التفاصيل خلونا نرحب بضيفتنا الدكتورة أمال الهبدان، عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأميرة نورة. أهلا وسهلا بك وألف مبروك لهذا الإنجاز اللي حصل في جامعة الأميرة نورة ودخول المملكة العربية لموسوعة جينيس. الله يبارك فيكم وشكرا لكم ولاستضافتكم اليوم لنا. يعني احنا اليوم بداية نبارك لوطننا الغالي بهذه المناسبة وبهذا الإنجاز التاريخي الذي يعتبر يعني دخول المملكة لموسوعة جينيس لأكبر تجمع المتطوعين بعدد 4995 متطوعة. حلو. وهذا عدد يفوق الضعف، حيث كان العدد المسجل مسبقا هو تقريبا 2300، وهذا عدد يعني جميل انه يتواجد في مكان واحد. كلهم وضعوا تواقيعهم، يمكن شفتوا بالصورة قبل شوي على اكبر لوحة في هذا المجال، علما انه الحضور كان تقريبا 7000، لكن من وضع التواقيع هم 4995. طبعا هذا كان في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وكان في ملتقى قيادة الشباب للتطوع المؤسسي. الإنجاز هذا نعتبره إحنا إنجاز تاريخي الصراحة، لأنه تزامن مع اليوم العالمي للتطوع ودعم من الجامعة لرؤية المملكة 2030. يعني رؤية مليكنا مليك الحزم والعزم في أنه تكون هناك مليون متطوع، رؤية أميرنا الشاب الطموح أنه يكون الشباب هم وقود هذه الرؤية. كان هذا جزء من مساهمة جامعة الأميرة نورة بقيادة معاليها معالي مديرة الجامعة أن يكون هذا الإنجاز يساهم في تحقيق الرؤية. حلو. طب كلمينا عن الاستعداد لمجموعة للدخول لمجموعة لموسوعة جينيس، كيف استعديتوا لها؟ تفضلي. بالنسبة للاستعداد لهذا، طبعا كان استعداد منذ يعني ايش نحكي، هي جهد يعني من البدايه، بحيث انه احنا نكون احنا وشركائنا في النجاح، اللي لازم انه انا اشكرهم في البدايه، اللي هم وارف مؤسسه العنود، اللي هم جمعيه سند، وايضا مبادره عطاء من شركه الحلول التسويقيه، وجمعيه حرفه، والعديد من الشركاء اللي كان دعمهم متواجد في هذه المبادره. بحثنا احنا نبغى، طبعا بالامس ايضا دشنا حاضنه نوره العطاء التطوعيه ودشنا موقعها، علما انها هي مقامه من عام 2013 كانت حلم، و2014 كائف 2013 حلم وفكره، 14 بدانا التدشين بدعم من معالي مديره الجامعه، وجاءت الرؤيه 2016 كانت كانه سراج انه انتم قاعدين تمشوا على الطريق الصحيح. فعشان نعمل اكبر قاعده بيانات موجوده، وعلشان ان احنا نتواصل مع المتطوعين، جاءت فكرة الدخول لموسوعة جينيس. يعني دخول موسوعة جينيس ما كان هو بحد ذاته فقط الحصول على الرقم، ماذا سوف يفعل هذا الرقم في وطننا الغالي؟ صحيح. أكيد. طيب لو تكلمينا أكثر عن موقع التطوع اللي يعني أنت أوريدي دحين أطلقتوا هذا الموقع، لو تكلمينا عنه بتفاصيل أكثر. طبعا الموقع هذا هو موقع الحاضنة الرسمي. حاضنة نورة العطاء هي حاضنة عملت لتكون أول مظلة حكومية في جامعة الأميرة نورة، بحيث أنها تنظم العمل التطوعي. تنظم العمل من خلال مشروع رخصة العمل التطوعي. رخصة العمل التطوعي هي عبارة عن 100 ساعة. 100 ساعة تخرج متطوعة، 200 ساعة تخرج منسقة فريق تطوعي أو قائد الفريق التطوعي. كدورة تدريبية يعني؟ لا، 100 ساعة عملناها كبرنامج. كبرنامج. قراءات في البداية عن ثقافة التطوع، حقوق المتطوع، كل ما يهتم به، حتى نعمل عنده زي التأسيس أو قاعدة البيانات للتطوع، ثم نبدأ في عملية الورش مع الشركاء. فنبدأ مع الورش بالشركاء بأنه قوة التطوع، كيف هم يكونوا متطوعين، كيف طريقة التطوع. ثم بعدها نبدأ في الميدان، ينزلوا في الميدان يشاركونا في أعمال التطوع، ثم تبدأ في عمل مشروعها هي التطوعي. هذا بالنسبة للمستوى الثاني اللي هم القائدات، لأن القائدات يخلصوا 200 ساعة. فالمئتين ساعة عبارة أنه إحنا نجلس معهم، نعمل عملية عصف ذهني، يختاروا المبادرات، يمكن شفتوها في المشروع فيها، يختاروا المبادرات، ومن ثم نبدأ نحكم المبادرات ونساعدهم على أنهم يوصلوا إلى أكبر شريحة في الميدان بالتطوع، وبذلك يعني يصبح الأثر مستدام. أكيد. والعمل تطوعي وطني من خلال. جميل. دكتورة أمال الهبدان، إحنا مكملين معاك، لكن مشاهدينا فاصل وراجعين لكم من جديد.
عدنا مشاهدينا نكمل مع الدكتورة أمال الهبدان عميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ونجاح جامعة الأميرة نورة في إدخال المملكة العربية السعودية لأكبر تجمع للمتطوعات. خليني أسألك كده بسرعة عن عدد الخريجات الحاصلات على الرخصة في ممارسة العمل التطوعي. ولله الحمد في الثلاث سنوات خرجنا 809 متدربة من أصل 1600 ملتحقين بالرخصة. نعم. جميل. طب دكتورة أمال إيش هدف الحاضنات اللي أنت قمتوا بإنشائها وعملها؟ الحاضنة طبعا هي مشروع اجتماعي يهدف إلى أنه يكون ابتكاري لتأسيس العمل التطوعي وتنظيمه في المملكة العربية السعودية بحيث تكون وفقا لمنهجية الاستدامة في العمل بحيث أنه ما يكون العمل عشوائي وننتقل من الرعوية إلى التنموية في العمل التطوعي. يعني برنامج التحول الوطني والرؤية كلها تؤكد على هذا التوجه ونحن نحاول أن نقدم لوطننا لو القليل وحيث أن المتطوعين هم يعني العماد للمؤسسات غير الربحية في الوطن. طيب خلينا نوضح هم البنات المتطوعات مو فقط من داخل الجامعة حتى من برا يعني من برة الجامعة. طبعا اللي شاركوا في جينيس من برا ومن جوا لكن الحاصلات على الرخصة هم طالبات جامعة الأميرة نورة وخريجاتها لكن الآن احنا يعني نطور أنفسنا لكن كانت بداية التجربة داخل الجامعة. طيب بصفة عامة كيف تشوفي إقبال الفتيات السعوديات على فكرة التطوع؟ والله الإقبال جميل وأنا أسميهم جميلات نورة العطاء لأنه بالفعل عندهم روح العطاء لكن يريدون من يستثمرها يريدون من يعني يجعلهم يعرفون أين يستثمرونها وبالطريقة الصحيحة وبالالتزام. يمكن لاحظتي إحنا ملتقانا اسمه جودة وإحسان صحيح. لأنه لابد أن يكون التطوع فيه جودة وإحسان ولا يكون بشكل عشوائي أو مبعثر أو مجرد تقديم الخدمة بدون إحنا ما نقولها خمس نجوم بالضبط يعني لازم يكون على جودة عالية بالضبط. وكمان الواحد يسويه بنفسه وبنفس رضية يعني ويكون يحسن في عمله بالضبط بالضبط. وهذا اللي إحنا جالسين نحاول نزرعه في البنات من خلال برنامج الرخصة التطوعية. طيب دكتورة طموحك المستقبلي كلمة أخيرة توجهها من خلال منصة برنامج سيدتي. طموحي الشخصي أنه تكون هذه المظلة مظلة وطنية على مستوى المملكة تكون وزارة التعليم تفرض العمل التطوعي في المرحلة الثانوية ويكون جزء من دخول الجامعة هو هذه الساعات التطوعية وأيضا في الجامعات الآن موجود ولكنه ليس مفروض صحيح. فنريد أن يكون مفروض لأنه مهم أنه يكون في عليه ثقافة مش فقط عمل لكن تدريب وتأهيل وتمكين يعني هذا أهم شيء إحنا ودنا أنه يكون في عملية حلمنا. ويمكن أنا بالنهاية ودي أشكر مرة ثانية شركاء النجاح لأني أؤمن بالشراكة والتكامل طبعا. أول شيء أشكر جامعة الأميرة نورة اللي أعطتني الفرصة أني أسس هذه الحاضنة وأني أنطلق فيها بهذا الشكل ومعالي مديرة الجامعة. كذلك أشكر سمو رئيسة لجنة النسائية للتنمية المجتمعية اللي كانت معنا الأميرة نورة بنت محمد حرم صاحب سمو الأمير فيصل بن بندر وكذلك مؤسسة الأمير العنود وارف جمعية سند مركز دراسات القيادة وأيضا مبادرة عطاء التابعة لشركة الحلول السريعة وجمعية حرفة ومؤسسة الملك خالد. أكيد هذا يعني يكفي يعني أنه أنتوا أصلا فكرتوا أنكم أنتوا تعملوا مبادرة تخلوا البنات يتطوعوا فيها وأنه يكون العمل التطوعي ممنهج ويكون يعني داخل يعني دائرة أنها تكون احترافية أكثر مو عشوائي وليس عشوائي زي ما تفضلت دكتور أمال وذكرت أنها ما تكون بشكل فوضوي بالعكس ما يكون أنا عندي هذا الرغبة والمبادرة أني أكون متطوع لكن ما أعرف من اللي يوجهني وكيف أكون على الطريق الصحيح. فطبعا مشكورين جدا على هذه الحملة وهذه المبادرة. لا يفوتني أن أشكر طبعا فريقي فريق العمل لأنه هذا عمل فريق ونحن مع بعض اشتغلنا على هذا الحلم هذه السنوات فأشكرهم شكر كبير فريق العمل. والجميل في الموضوع أن يكون هي منصة رسمية للمتطوعات أنه أنتم توصلوهم في الأماكن اللي محتاجين للعمل التطوعي داخل جامعة الأميرة نورة الآن ونطمح أن تكون بشكل إن شاء الله خارجها وعلى مستوى إن شاء الله أكيد يعني أنه في الفئات المجتمع المختلفة في خدمة المجتمع بالضبط إحنا نقدم الخدمات التطوعية في جميع المجالات وعلى جميع المستويات وعلى حسب رغبة الطالبة أو المتدربة وكمان نستخدم تطوعي تخصصي فهي إذا كانت متخصصة في حاجة معينة تتطوع في نفس التخصص حقيقة يعني أثرت فضولي أسألك وش هي البرامج اللي شغالين عليها أكثر والله كثير يحبوا المتدربات زي جمعية سند
يحبوا زي المستشفيات، زي دور رعاية الأيتام، يعني يحبوا هذه الأشياء الإنسانية واللي إحنا كثير ندعمهم فيها لأنه هذا دورهم في الوطن. يديكم العافية. يعطيكم العافية. دكتورة آمال الهبدان، عميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأميرة نورة، كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك. مشاهدينا بكده وصلنا لختام برنامجنا لليوم، نشوفكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.